انت فضحتيني قدام الناس بالفندق وانا ضليت ساكت وما فتحت تمي بحرف، بس انا في الي عندك جوز كلام، بتقعدي هلا هون مشان نحكيهن؟ شو في بقى؟ شو؟ ليش لحتى اقعد؟ شو اللي بدي اسمعه منك كمان؟ انت شو بدك تحكي لي؟ شلون بدك تلعب ألعيبك الوسخه ولا كيف نفدت؟ شو اللي بدك تحكي لي اياه؟ يا حبيبتي، ما قلت لك انه ما في علاقه بيني وبين سوزان؟ قلت لك. ما قلت لك انه هي اتفقت مع بنتها ولعبوا علي لعبه وسخه؟ قلت لك. ما عم بستوعب ابدا كيف بتتعاوني مع هيك مره سيئه وبتحفري لي فخ من وراي. يلا احكي لي شو هي مشكلتك معي. احكي لي شو هي مشكلتك معي. شو مشكلتي معك؟ انك على طول بتخدعني وبتكذب علي، عم بكشف كل ألعيبك. قال اشتريت لك بيت. لكن اشتريت لي بيت؟ ما اشتريته لسوزان، ما بيكفي اني عرفت هالكذبه. انا اشتريت هذاك البيت لسوزان؟ ايه انت اشتريته لسوزان، ولانه هي رفضت تاخذ البيت انت عطيتني اياه لي. يا اسفي عليك يا عاكف، يا اسفي عليك، ما عم صدق بنوب. وحتى لما انا رحت على البيت سوزان كانت موجوده. انت جنيتي على الاخر، مبين انه طاروا عقلاتك من راسك. معقول يصير هيك شيء؟ مشان الله فكري نبوش، نكون اتنيناتنا بالبيت وسوزان موجوده كمان، ولا بالافلام بيصير هذا المشهد؟ خبريها انه عم تضيع موهبتها هون، تروح على هوليود، هالدراما بتنجح هنيك. يا عيب الشوم. شو في يعني؟ لما كنا بالبيت سوزان ما كانت هنيك؟ هي كانت عم تكذب؟ ما كانت وهي عم تكذب. ما عاد تقدر تخداني بهالأكاذيب عاكف. سوزان شو عرفها بموضوع البيت من أساسه؟ لأنه أنا اللي خبرتها يا نبوش. أنا حكيت لسوزان، خبرتها مشان تتركني وتحل عني. أنا قلت لها أني بحب زوجتي ولهالسبب اشتريت لك هداك البيت. بترجاكي رجعي عقلك لراسك وفكري. سوزان هي وبنت الشيطان يصوروني فيديو وبتزوني لاشتري لهم تياب، وأنا عطيتهم بيت بس هن ما قبلوا. أنا ما عم بفهم أبداً كيف عقلك ما عم يستوعب هذا الشيء يا نبهات. معقولة تصدقي سوزان وتكذبي زوجك؟ قال شو هي عينها كتير شبعانة لحتى رفضت مني البيت؟ شو هالمسخرة؟ سوزان صديقتي المقربة عاكف، هي كانت صديقتي المقربة من قبل. أنا بعرفها كتير منيح وبفهم كتير منيح إمتى بتكذب. نبهات، والله أنا كتير مزعوج ومقهور مشانك، قسماً بالله أنا كتير مزعوج ومقهور. هالمرة ملعبة وعم تحاول تدمر لك حياتك. هي عم تحاول إنه تاخد منك حبيبك وزوجك، وانتي بدل ما تصدقي زوجك بتصدقيه إلا ببساطة. أنا عن جد كتير مقهور ومتضايق. أنا كتير تعبت نبوش، بس ماشي مثل ما بدك ومنطلع. دقيقة، وقف. بدك نطلق؟ ايه؟ مو هذا اللي انتي كان بدك اياه؟ بتخبري الولاد انه هيك بدك؟ بالنهاية انتي امهم، خليهم يعتبروني انه انا السيء مو انتي. شو هذا اللي انت عم تحكيه؟ ما عم بفهم بنوب. انا عم قول اني تعبت يا نبهات، تعبت من قلة ثقتك فيني ومن انك تضلي تلعبي هالالعاب. ما عاد اتحمل، منطلق. نحن راح نطلق. Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat